هذا العلاج هو علاج يعني قوي ونفع الله به نفع كبير، فضلا من الله عز وجل أكثر من 14 حالة أعطيتهم هذا العلاج، ما أكملوا شهر كامل إلا وقد أنجبت، يعني حملوا، يعني جاءهم الحمل بأمر الله عز وجل. البعض على 16 سنة، بل واحد منهم على 21 سنة ما ترك مستشفى ولا ترك دولة إلا وذهب إليها، فضلا من الله عز وجل استخدم العلاج هذا في أقل من شهر وإذ بالزوجة حامل. لكن مشكلة هذا العلاج قبل البدء به، لابد إذا كانت امرأة أو رجل يخبر زوجته وهي تخبر زوجها بهذا الأمر حتى لا تقع مشكلة، لأن أنا يعني أسميه العلاج المعجزة الذي يجعل الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء بأمر الله عز وجل، وفيه كذلك يعني بأمر الله سبحانه وتعالى إنجاب. وأنا أتحمل مسؤولية هذا الأمر، وهذا الأمر يعني فضلا من الله عز وجل ما أعطيته أحد. وأنا أقول للإخوان يعني قبل قليل أعطيته رجل في الباكستان لأكثر من 6 سنوات، إلى الآن له 3 سنوات وهو يراسلني يقول فضلا من الله عز وجل يرسلني بأنه يعني جاه بيبي وكذا وهذا، وفرحان فرح لا يعلمه إلا رب العزة والجلال. ولهذا إخواني أخواتي، هذا العلاج سهل وميسر. قصة هذا العلاج تبدأ برجل من الزملاء، يعني الرجل أصيب بعقم وذهب إلى أكثر مستشفى، أخيرا وصل إلى مستشفيات المملكة اللي موجودة هنا، وقالوا له لن تستطيع إلا عن طريق طفل الأنبوب. طبعا سوى التجربة الأولى فشلت، التجربة الثانية، التجربة الثالثة تحت إشراف بروفيسور أمريكي. بعدين أعطاه البروفيسور الأمريكي الخبر وقال له أنت لن تعرف الولد ما دمت حيا. يعني خلاص فشلت التجربة الأخيرة، خسر أكثر من 70,000 كما يقول. الشاهد بالأمر، فخرج الرجل وقد ضاقت به الأرض بما رحبت، لأن الله عز وجل قد قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذه من الزينة. قدر الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أنه يذهب ويصلي صلاة العصر في إحدى مستشفيات جدة، في مساجد جدة، وأصابه من الهم والغم الشيء الذي لا يعلمه إلا رب العزة والجلال. وإذ بإمام المسجد يلاحظ عليه هذا الأمر، فلحق به إمام المسجد قال يا أخي ترى الدنيا ما تستاهل، وش الضيق اللي عندك هذا؟ قال والله يا شيخ يعني أنا ما أدري إيش أقول لك، لكني يعني أمر. قال أسألك بالله أن تخبرني، فأنا أخوك في الإسلام لعل تكون مشكلتك عندي. قال يا شيخ أنا كنت أتمنى الولد، ولي ذحينه ما يقارب يعني حدود السنة، وأنا في مراجعات عن طريق الطفل الأنبوب، ولكن أخبرني الدكتور بيرفيسور في آخر تجربة في هذا الأمر قال أنك لن تستطيع أن تعرف الولد مدى الحياة. وهذا بيرفيسور. قال له الشيخ وهل بيرفيسور هذا ربك؟ قال والله خسمه بربي. قال إذن وآمنت بكلامه؟ قال بس يا شيخ هذا الطب. قال يا أخي هذا الأمر هو بيد الله ليس بيد الطب، والله لو يقول الطب ما يقوله. إذا أرى الله سبحانه وتعالى أمر شيء أمره بين الكاف والنون، وهو على كل شيء قدير، قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة مطلقة. قال طيب الشيخ وش هذا؟ قال ويخرج الشيخ لها ورقة وإذ فيها أسماء وأرقام تلفون. قال هذول كل الذي أعطيتهم والله ما خلصوا شهر إلا وأنجبوا بأمر الله عز وجل باستخدام هذا الفعل الذي أخبرتهم به، ولك أن تتصل بأي واحد ويخبرك بهذا الأمر. طبعا هو يوم أخبرنا يعني الرجل هذا اللي عن طريق الأخ الحبيب الكريم الذي أخبرنا بهذه القصة، مباشرة أنا أخذت العلاج وأتصلت بزميل لي خاص أنا أعرفه له ما يقارب 9 سنوات ما ترك مستشفى ولا ترك هذا إلا وذهب إليه. وحينما أخبره قلت له أبشرك عندي لك علاج وسريع وفي الحال، أخبرته بالقصة وأعطيته العلاج. والله يا إخواني أنه يتصل بي بمستشفى القوات المسلحة يعني قبل شهر من إعطائه العلاج، وإذ به يصيح بي على صوته يا أبو عبد الله أبشرك زوجتي حامل، وصيح بي على صوته فضلا من الله عز وجل. قلت أكثر من 14 حالة. ولهذا من يسمع هذا التسجيل أنا أعطيته الأخ مسفر يعني بناء على رغبته، حتى يعني أتيقن، وأنا قلت وسجل له حتى يعرف أن هذا الأمر ليس من نسيج الخيال ولا قصة تفترى ولا كلام يعني عابر، بل هذا هو العلاج الأساسي فضلا من الله عز وجل لحالات العقم المتعسرة. اسمعوا حطوا تحتها شخطتين، لحالات العقم المتعسرة. لكن أهم شيء أنه مهما قال الطبيب
قال عندك انسداد، قال عندك عدم، قال عندك الخرابيط الفاضي، نسمع هذه كلها نقول له إن الله على كل شيء قدير. والعلاج سهل جدا، لكن يبغى له الاستمرار. ما هو قضية أن تقوله مرة ولا مرتين والكذا، أقل القليل في اليوم أكثر من 1000 مرة، وهو يا ذا الجلال والإكرام أكرمني. بس يلزم يا ذا الجلال والإكرام أكرمني. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. فأنت تقول يا ذا الجلال والإكرام أكرمني في سجودك، في جلساتك، في خلواتك، تكثر من هذا الدعاء وسترى النتيجة بأمر الله عز وجل. وكما أخبرتكم أكثر من 14 حالة على غير الذي ذهبت إليه في منطقته ويقول يا أبو عبد الله شفت الولد هذا؟ قال نعم. قال هذا والله بفضل هذا الدعاء وهذا العلاج، وهو علاج قد يكون معنوي ولكنه معنوي وروحي وله قوة لا يعلمها إلا رب العزة والجلال، لأن الله على كل شيء قدير. الذي يؤمن بكلام يعني الدكاترة ويؤمن بالكلام هذا كله ويستسلم لهذا الأمر، أنا أقول الله يخلف عليه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هم في قائمة الجهل في قضية أمر معين، ولكن ما من داء على وجه الأرض إلا وله دواء. فنؤمن بهذا الأمر وتعرف وتثق بأن لك رب كريم قادر سبحانه. هذا وصلى الله وسلم على رسول الله.